اللهم لك الحمد وعليك تأفكر وعليك أفكر وبك أمن وبك أمن وعليك تأفكر وعليك توكل ذهب الزمن ذهب الزمن وابتلت العروق وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله إن شاء الله. يا هند قولي كده كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيبة يا أحلى هندة. ادي له بوسة. الله بوسة بوسة. الله قول له بحبك يا جدو. ايه الحلاوه دي يا بت؟ جاب الحلاوه دي منين يا بت؟ يا هند جاب الحلاوه دي منين؟ يا هند يا هند قول له بحبك يا جدو. جاب الحلاوه دي منين؟ ومنك يا جدو. ايه؟ الحلاوه دي من هنا؟ قول بص يا هند بتحب جدو قد ايه؟ قد ايه؟ عيب قد البحر وقد الترابيزه دي وقد الدنيا دي صالح وقد امنيه صالح ادي جدو بوسه على الاقصى طيب يلا تعال كنت العيد الله الله انت عامل ايه خد اقعد والله بحبك يا جدو عامل ايه؟ بحبك بتحبني قد ايه؟ بس وتاني وقت بطيخة سبسكرايبي بقى عارف عارف قد ايه انا بحبك قد ايه؟ ولا نية طبعا دلوقتي رايحين نفطروا كل سنة طيبين يا جماعة ويعود عليكم الأيام بخير طبعا النهاردة أول يوم رمضان أول يوم رمضان يعتبر عدى الساعة 6 إيه؟ الساعة 6 هنفطر انت حاطط مين على الموبايل؟ حياة؟ دي سورة حياة حبيبتي بكور كل سنة طيبة أمنية طيب كل سنة طيبة فتح الله طبعا فتح الله نايم أحب أقول لكم على حاجة فتح الله نايم دلوقتي كنا في أرض زراعية وشفنا معزة خاف يمسك المعزة صالح أقوى منه ويمسك المعيز صالح قوي فتح الله لا بس فتح الله النهارده ضعيف صالح طيب يا عم صلاح طبعا خلي بالك في طريقنا للبيت طبعا عشان نفطر ومستعجلين عشان امنية جعانة قررت في اول يوم رمضان 2024 حياة فيروز وصالح هجوزهم من الثلاثة لصالح ايه شفت عم صلاح عم صلاح لا لا يا حبيبي فتح الله لا ده عمهم يا حبيبي لا ده عمهم يا حبيبي احنا عايزين نسمع الكلام ده عمهم اللي بيسوق تيتو تيتو دول عمها يا عمها يعني ايه يا عم صلاح صالح صالح صايم انا بقى حد البناتي اللي الراجل ما بيصومش انا حر انا حر يا اخي بناتي يا جدع صلى الله عليك النهارده طبعا اللي عامل فطار امنيه امنيه اقسم بالله ما عملت فطار ولا حاجه جات له منظر نفسه عملت خلاص اللهم لك الصوم اللهم لك الصوم وعليك تأفطر وعليك تأفطر وبك أمن وبك أمن وعليك توكل وعليك توكل ذهب الزمن ذهب الزمن وابتلت العروق ابتلت العروق وثبت الأجر وثبت الأجر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تبقى من صلاح كل سنة طيب اللهم لك الصوم اللهم لك الصوم وعرسك أفطر طيب وبك أمان وعليك توكل وعليك توكل ادي بصل جدو هند يلا وابتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله إن شاء الله يلا ادي بصل جدو ادي بصل جدو وشان طيب تعال الله صباحك حبيبي صنطيبك 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 كنافة صلاح كنافة عامل ايه؟ كنافة كنافة عيب يا صاحبي يا طيب صح كده أمنية مالهاش صنطيبة حمام ولا ايه؟ صنطيبة أمنية حبيبي صنطيبة يا ابن الذين يلا يا مك يلا جدو الله يلا قول لكم الصلاة طيبة جدو قول له بحبك يا جدو الأكل الأكل يا صالح بحبك يا
جد. انت احلى مكة انت كده. ربنا يخليك لنا يا جد. وقلب قلب. هي شطورة يا كوكي. اوبا اوبا. مين يا بابا؟ دي دهب. دهب؟ دهب. دي دهب. أصالة. دهب. جدو فين؟ أصالة. هند. العب مع صاد يا بوس. جدو اسمها دهب حبيبي. اسمها ايه؟ دهب. جدو ده 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 ديك توضح. خد عندي. عندي. خلاص خلاص. خلاص. ماشي أزعلك أنت بس. ازيك يا هند؟ هند كلمة جدو. هند هند شوفوا الام كبيره بص تعالى كده. ام هند يا هند ادي يا صلاه. بص ادي يا صلاه. بص كان انا صغننه. اه يا هند استنى كده. بص 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 حتى دي بابا حبيبك. بابا بابا حبيبك ده. هند ادي ادي يا صلاه. بص والله ادي يا سلابوس. ادي يا سلابوس. لا عليك يا جلجي. ادي جدو بوس. طب ادي جدو بوس. يا هند. هند ادي جدو بوس. ده جدو جدو جدو. جدو انا جدو انا جدو. ده جدو ده. بوس هنا بوس. بوس هنا بوس جدو. بس نونو دي؟ ايه رايك حاجة في الديكور بقى بتاع الشقة كده؟ لا لا لا. فنانيس منور. كنت فين النهارده يا ريس؟ بعد الفطار نمت؟ النهارده مخصوص عشان فرح الطفل بصراحه. لا مسلسلات رمضان. بص يا سيدي مسلسلات رمضان باجواء رمضان. انت بتعرف احنا بنتفرج على مسلسل العتاوله ليه؟ اه كان في اسكندريه. اه والله يعني اساسا انا قاعدين في اسكندريه طول عمرنا. في اماكن اول مره اشوفها. بس انت عارف الاماكن كلها حق في اسكندريه؟ طب دي مين دي حق؟ دي عايده. ايه؟ دي استنى دي عايده؟ مين عايده دي؟ جعفر العمدة. مرات جعفر العمدة. سابته واتجوزت واحد تاني. برافو عليك. لا. دي اسمها ديحة. لا مش هي ديحة. دي ام سيف. دي ام سيف. مين قصدك على مين؟ بيقع في العمر صح؟ ام سيف. بس فتح الله كده يا حاج. فتح الله فجأة اهو. امنة امنية طبعا. الصيام عامل فيها شغل. اه الحاج صالح اهو طبعا. الراجل ده يا جدعان معاه ايه دلوقتي؟ معاه صفقة صواريخ. بصوا يا جدعان معاه ايه؟ صفقة بومب وصواريخ. انت جايب الحاجات دي منين يا عم انت؟ المنشية. المنشية؟ حاجة يا عم. لا مفيش حاجة يا عم. هتعمل ايه بالحاجات دي يا ريس؟ هخلص. هفجر المجرة. ايه؟ هفجر المجرة. هتفرقعهم دلوقتي لما جد ينزل نفرقعه شوية؟ هتفرقع صواريخ؟ لا. دي شوية بتاع خلاص. خلاص وحالة يمين.